لنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من رام الله الكاتب والباحث السياسي زيد الأيوبي. أهلا بك سيد زيد. أصوات إذن لا تنتقد الجيش الإسرائيلي فحسب، بل تعالت لتنتقد حماس. إلى أي درجة تعكس هذه الأصوات التي تابعناها في التقرير حقيقة موقف أولا أهالي غزة من حماس؟ تحياتي لك أخي الكريم ولكل المشاهدين. يعني الصوت اللي سمعناه قبل قليل هو ليس الصوت الأول. منذ بداية الحرب كان الكثير من أهالي قطاع غزة يتذمرون ويحملون السنوار وهنية وقيادة الحركة مسؤولية الدخول في حرب بهذا الشكل. هنالك ناس تدمرت بيوتهم، هناك ناس نزحوا بالآلاف، هناك ناس فقدوا كل عائلاتهم، عائلات بالمئات خرجت من السجل المدني. اليوم المواطن الغزي يقول أنه صحيح إسرائيل تقتلنا، ولكن أيضا حماس تقتلنا. يعني خلينا نحكي لك، بالأمس قتلوا شاب، ويعني خلي المشاهد يتابع، بلاش يعتقد أنه عم ندعي. قتلوا شاب اسمه محمد عبد السلام أبو تبانة، عمره 18 سنة، طلب مساعدة بإلحاح فقاموا باعتقاله وأخذوه إلى مركز توقيف، عذبوه حتى مات، حتى قتل، حتى استشهد. قبله بأيام نفس الشيء، شاب آخر يطلب مساعدة من حماس اسمه أحمد بريكا، نفس الشيء، أطلقوا النار عليه، والذي أطلق النار عليه معروف من هو في حركة حماس، ما بدنا نذكر اسمه، أنا بعرف اسمه. وبالتالي اليوم المواطنين يشعرون بماذا؟ حماس تستولي على المساعدات التي تدخل للنازحين في رفح وفي خان يونس وفي أراضي قطاع غزة. حماس تتجبر في الناس، تعطي للناس وفقا لمزاجها ووفقا لمعاييرها، وبالتالي الناس انفجرت عندما تسمع هذا المواطن اللي قال قبل قليل اللي بتقتلنا مش بس الاحتلال بيقتلنا، أيضا حماس بتقتلنا. هو صادق، وهذا نبض كل أهالي قطاع غزة، كل غزة تتحدث بهذه اللغة. نحن نقول لك أخي الكريم، صحيح الاحتلال إرهابي والاحتلال قتل منا وإجرام وكذا ويتحمل مسؤولية كبيرة مما يحدث، لكن أيضا اليوم طيب. أهالي قطاع غزة يحملون حماس المسؤولية مباشرة تجاه بأنه أنتم أيضا وضعتونا بهذا الموضوع، حطتونا تحت السكين الإسرائيلي، كان المفروض أن تجوعتونا وبتسرقوا المساعدات والآن عم تقتلونا كمان في وقت لاحق. لكنه ينضم إلينا ربما للمشاركة الآن في هذا الحوار، ينضم إلينا من مدينة القيلية في الضفة الغربية علي أبو تبانة ابن عم الضحية الذي تحدثت عن سيد زيد، محمد أبو تبانة أهلا بك. إلى أي درجة ازداد مستوى الغضب وعدم الثقة في حماس داخل القطاع بعد كل ما جرى؟ وضعنا في ملابسات ما يجري، إن كان لديك أي شواهد سيد محمد. أول شيء مساء الخير لك عزيزي ولبيتك العزيز. في الوقت الذي تقوم آلة الحرب الصهيونية بتدمير وقتل كل شيء متحرك في قطاع غزة، تقوم حركة حماس وشرطتها العنصرية بقتل الأطفال الجياع والناس الجياع. ابن عمي محمد طفل، ابن عائلة مكلومة فقيرة جدا، قام قبل عدة أيام بالبحث عن لقمة عيش في صحينه وغشها، ومن ثم اتهم بالسرقة، اتهموه بالسرقة أنه هو جاي يسرق، فأخذوه وعذبوه تعذيب يعني لدرجة أنه عفوا على الكلمة الحيوانات لا تتحمله، حتى ألقوه شهيدا مقدورا بإذن الله. إحنا طبعا ما راح نسكت عن حقنا، مستحيل نسكت عن حقنا، والظلم الواقع علينا أكثر من عملية قتل أنه رفضوا أنه موجهوا للطب الشرعي. الطبيب رفض أنه يوجهوا على الطب الشرعي، قال أنه الطب الشرعي غير موجود وابنته مات سكتة قلبية. كم عمره؟ عندنا إثبات، عندنا إثبات. كم عمره الضحية محمد؟ نعم. قلت أنه طفل، كم يبلغ من العمر؟ 18 سنة. 18 سنة، ومحمد غير سوي، محمد إنسان غير سوي، محمد غير في كامل القوى العقلية اللي تضربه وتعذبه بالصورة هذه.
يعني بكفي. سحبت الناس على الذل، سحبتهم على الحرب، سحبتهم على الدمار، قتلت الناس بطريقة غير شرعية، كل ما قمتم به بدون تفكير إلا أنكم كمان تقتلوا الناس الجياع. لا طيب والله محمد أتفهم الغضب. نعم. جراء ما جرى، لكن يعني أنت أيضا قريب من أهالي القطاع في غزة، ما حجم الغضب؟ كيف يمكن أن تنقل لنا أو توضح لنا مستوى ربما الغضب وعدم الثقة فيما تقوم به حماس داخل القطاع والنتائج التي يعني أدت إلى ما نراه الآن يوميا؟ طبعا بالنسبة لعدم الثقة، عدم الثقة واضحة من خلال قضيتنا. قضيتنا احنا يعني بمجرد انه يقول لك انه ابنكم مات سكتة قلبية بدون ما يعرضوا على الطبيب الشرعي، اين الثقة في الموضوع؟ اين الثقة في الموضوع؟ بما انك انت يعني هذا الضحية الثالثة خلال شهر في مدينة رفح. الضحية الثالثة كان في طفل من عائلة بريكة وطفل من عائلة قشطة، اين الثقة في الموضوع؟ لا يوجد ثقة اخي. والضابط اللي قام باعتقال محمد والمجموعة القائمة على تعذيبه كلها موجودة لدينا وأسمائهم موجودة لدينا، ولكن احترام منا للوضع الراهن نحن يعني علقنا كل شيء. نعم هي بلد سائل ما في قانون، ما حدا يحاكيني عن قانون، قطاع غزة خارج عن القانون. إذا القانون بده ينفذ ناس ويحرم ناس هذا مش قانون. انت تقتل 3 أطفال في شهر بلا فيهم ابننا المكلوم المظلوم المسكين، مسكين شاب مسكين تقوم بقتله وتعذيبه بهذه الطريقة. هي السادية التي تتحدث عنها سادية اليهود، والله العظيم انك تساوي سادية اليهود. انك تتلذذ في قتل اطفالنا ويتلذذون في التعذيب والضرب. احنا ما بنسقط حقنا ومستحيل نسقط حقنا. قال الزمن ام قصر، قال الزمن ام قصر، حقنا ما راح نسقطه ورح نوصل للجاني والقاتل بإذن الله بإذن الله. أشكرك علي، سنكتفي بهذا القدر معك ونكمل الحوار مع السيد زيد علي أبو تبانة. كنت معنا من الضفة الغربية، ابن عم الضحية محمد أبو تبانة. أعود إليك سيد زيد الأيوبي، استمعت لحديث السيد علي، إلى أي درجة يعني مثل هذا الغضب يعكس حقيقة أو حقيقة ما يدور في أذهان الأهالي في داخل القطاع؟ يعني أولا أنا حزين جدا ومتضامن مع علي ومع عائلته، وحقيقة هو مصاب جلل أن يقتل شاب بهذه الطريقة في عز هذه الظروف من أجل مساعدة ومن أجل شعوره بأنه يحتاج لشيء يأكله. هذا أمر مصيبة كبرى. خليني أحكي لك، نتواصل مع أهل غزة بالعموم معظم أهالي غزة غالبيتهم يقولون أنه إحنا تدمرنا ورجعنا 50 سنة إلى الوراء والظروف الآن تحتاج لأنه حدا ينقذنا من اللي إحنا فيه. طيب اليوم أين عم نتحدث؟ يقتلون الناس يعني بعدين بيجيبون لك نحن مقاومة. يا أخي أوكي مقاومة وعلى الرأس والعين كل إحدى، بس تقتل الناس ليش؟ ليش بتقتل الناس؟ شاهدنا مقطع أخي الكريم خلال عملية التبادل اللي صارت بين الأسرى الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين. إحدى الرهينات اسمها مايا، المقنعين اللي حواليها عم بيودعوها بحنية بقولها باي مايا باي مايا. اعتبرهم مايا، طيب هدول الناس اللي حواليك اعتبرهم مايا وحن عليهم مثل ما انت كنت حنون على مايا. هذول على الاقل على الاقل هذول اولى بالحنيه واولى بهاي المشاعر، هذول اللي بيحتاجوا هذه الحنيه. طيب اما انك تقتلهم لمجرد بيطلبوا المساعده، وهذا مش اول مره، من بدايه الحرب الى الان قتلوا اكثر من شاب. دعنا نعود السابع، حماس وذراعها العسكري يقولان ان هذا الخيار خيار الحرب ومواجهة إسرائيل هو كان الخيار الوحيد أمام حصار استمر لأكثر أو ما يقارب العقدين. يعني هذا ما تبرر به حماس وذراعها العسكري هذه الخطوة، بأن لم يكن لديها أي مسار آخر سوى العنف مقابل العنف. طيب أنا بدي أقول لك شغلة، أولا حركة حماس في قطاع غزة هنالك جهات إقليمية ومن بينها إسرائيل ساعدتها على البقاء في قطاع غزة، وهذه استراتيجية نتنياهو تحديدا كان يدخل عليهم الشاحنات، 600 شاحنة يوميا تدخل على شركات قادة حماس،
شركات قادة حماس تحديدا 30 مليون دولار تبعتوهم بطلب من نتنياهو. نتنياهو بعث يوسي كوهن إلى قطر يقول لهم دخيلكم التزموا بال 30 مليون دولار. كانوا عايشين برخاء، أولادهم جبات واستثمارات وعمارات وطيارات، وشعبنا شعبنا هو اللي كان مذبوح، وبالتالي ما حدش كان ضاغط على حماس تروح بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه كان يحتاج لترتيب مع الكل الفلسطيني. أنت تتحدث أخي الكريم عن حرب، لا تتحدث عن عملية محدودة تحتاج إلى سرية وإلى آخره. أنت تتحدث عن حرب، إعلان حرب، أن تستأثر حماس بقرار الحرب في ظل ظروف. لكن هناك غزة مشكلة ثقة ستقول حماس بينها وبين السلطة. يا سيد شو علاقة الثقة بأنك أنت تروح بخطوة غير مدروسة وغير محسوبة عواقبها وتحط شعبك اللي هو 2 مليون ونص عايش على 300 كيلو متر 350 كيلو متر مساحة غزة؟ أنا خليني اسمح لي قبل يومين بحكي خالد مشعل بيعملوا معه مقابلة بقولوا له طيب يعني خسائر وإلى آخره، يعني إلى أين نحن ذاهبون؟ قال لهم الخسائر يعني طبيعي والضحايا أمر طبيعي، صحيح كبيرة وفادحة بكرة تصبح ذكرى. وهؤلاء الذين استشهدوا فازوا بإحدى الحسنيين، إما الشهادة وإما النصر. ارجعوا له أنا بزودكم فازوا بإحدى الحسنيين. طب يا أخي يعني أنت مين طلب منك تأخذ الناس تروح تستشهد وإلى آخره بهذه الطريقة؟ وبذات الوقت أنت اليوم شو بتطالب حماس؟ العنوان هذه بدأت معركة التحرير، بدأت معركة القدس، اسمه طوفان القدس، بدأت معركة القدس. اليوم شو بيحكي إسماعيل هنية؟ بقول مطالبنا كالتالي: أولا وقف العدوان، أي وقف إطلاق النار. ثانيا انسحاب الجيش الإسرائيلي من داخل قطاع غزة. طب ما أنت بتقول معركة التحرير، هلا بعد كل الدمار وبعد كل هذه المجازر وهؤلاء الضحايا والشهداء بتقول بدنا وقف إطلاق نار؟ وين طب وين التحرير اللي وديتنا عليه؟ وين طوفان القدس اللي حقيقة طوفان؟ وينه؟ وين النتائج السياسية؟ أنا بسأله لإسماعيل هنية كفلسطيني مش كمعارض لحماس، كفلسطيني أعطيني النتائج السياسية لطوفان الأقصى، ماذا استفادت فلسطين؟ طيب في 10 ثواني سيد زيد، لم يعد لدي المزيد من الوقت، 10 ثواني. هل يقبل في رأيك حسب معرفتك بطبيعة يعني الشارع الفلسطيني وأهالي غزة، هل سيقبلون بأن تكون حماس جزء من مستقبل القطاع؟ 10 ثواني فقط باختصار تفضل. يستحيل أن قطاع غزة أهالي قطاع غزة يقبلون بذلك. بدي أقول لك شغلة، كنت أحكي قبل شوي أنا وشاب في غزة من الشمال، قال إحنا بنتمنى إذا رجعونا على الشمال الإسرائيليين يحطوا بوابات عشان يتأكد إنه جماعة حماس ما بدهم يرجعوا معنا. يا رجل أهالي قطاع غزة يستصرخون كل العالم خلصونا من الإسرائيليين ومن حماس. أشكرك زيد الأيوبي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من رام الله، أشكرك.